السلام عليكم استاذ. السلام استاذ مطر. استاذ شنو هالمبادره اللي عندك؟ والله اليوم عندنا توزيع هدايا للطلاب. أي. طبعا كل الطلاب متميزين ومتفوقين، شهادات تقديريه وهديه داخل كل ظرف ان شاء الله راح نوزعها حسب الاسماء. كانك مرشدهم؟ نعم مرشدهم، يعني هاي الشعب الان مرشدهم ان شاء الله راح نوزع لهم اليوم هدايا. اوكي استاذ. اسمي أمير علاء ناصر. أمير بابا يلا يكون حبيبنا صبقولك عندنا رامي مصعب، عاصف أحمد عندنا باقر مرتضى، حسين علي عبد الرحمن، حسين علي مطر، محمد حسين قحطاني يوم الجاي راح نضم له هديته، عبد الله نوفل مرضى عبودي، عندنا محمد مشكل احمد نطلع حيدر، سجاد ستار، علي ستار عبايز، علي حسين جمال، مهيمن حامد، علاء غازي، يوسف علي الجليل، وسام ميثم، حسين مارس، عندنا بطل عباس حيدر، واسحاق اسعد الطيب، علي فلاح حسن، ويستاهلون هاي الهدايا وبعد اكثر، وان شاء الله يحتفظون بالشهادات التقديريه، لان هذا كلام من القلب وكل التلاميذ يدللون عليها. اوكي عشت لك، شكرا.